تمام اسعد الله اوقات الجميع بكل خير طبعا احنا ان شاء الله الان سنبدا هذه المحاضره هذه المحاضره رقم 15 من سلسله دروس هذه الدوره تمام احب انوه بالتذكير في الفترات الاخيره يعني صار في اقبال ملحوظ من الجميع في تسليم التاسكات وهذا شيء جدا ممتاز ان شاء الله طبعا ان شاء الله راح نبدا في هذه المحاضره طيب نشير كما اعتدنا

طبعا احنا في المحاضرة الماضية بل المحاضرة الأخيرة اه تكلمنا عن كيفية إضافة الفونت والفونت اوسو طيب تمام هسا في هذه المرحلة لما احنا نوصل لهذه المرحلة طبعا في المحاضرة الماضية تعرفنا على شيء, شيء شيء جديد شيء اسمه لايبريز يعني في ممكن هذا يكون عامل لابري خارجية تمام أنا ممكن أستفيد منها زي ايش؟ زي مثلا الخطوط والفونتس من طريق آه 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 اسمها الفونتس اوسوم وانا استفيد من ايش؟ من الايكونز تمام؟ وهذا شيء منطقي طبعا لو قدام بدنا نتعرف على كثير من المكاتب الجديده مثل مكتبه ستراب ومكتب ومكتبه الجي ومكتب كويري ومكتب اذا بدي اكون متقبل انه انا في عندي يمكن يكون في لايبرز خارجيه انا بامكاني استفيد من هذه اللابس الخارجيه، طبعا احنا اخذنا فقط مثال في المحاضره الماضيه عن هذا الشيء، سوف نتعمق فيه لما نتعرف ان شاء الله على عده لابس، طيب نفتح هذا البروجكت الجديد اللي هو الليفتر 15 ان شاء الله من خلال السي ام دي ثم كود سبيس دوتس طيب ننشئ الاندكس بشكل سريع الاندكس دوت اتش تي ام ال، محاضره اليوم كمان بدنا نتكلم عن شيء كمان له علاقه في الدوم طبعا الدوم عرفنا ما هي الدوم الدوكيمنت اوبجكت موديول اللي هو انا كيف اربط ملف السكريبت مع الاتش تي ام ال هذا يسمى الدوم تمام عشان كمان شوي بدنا نتعرف على شيء اسمه البوم اللي هو البراوزر اوبجكت موديول كيف نربط الجافا سكريبت واتحكم في البراوزر نفسه لكن مش وقته الان بس نخلص اللي هو الدوكيمنت اوبجكت موديول طيب شو بحاجه انا انا اكيد بحاجه رقم اللي هو ملف الاندكس طيب تمام وانا بكون بحاجه كمان اكيد لملف السكربت حيث انه سكربت دوت جي اس تمام فبنربط ملف السكربت هذا في ملف الاتش تي ام ال لما اعتدنا طبعا تكلمنا ليش احنا بنحب دائما نضيف الملف للسورس او الكود سكربت في النهايه لما في هذا ان شاء الله في هذا الموضوع ليش في النهايه دائما طيب الان بالمثال آه مش المحاضره الماضيه المحاضره التي تسبقها اللي كان في عندنا 3 بوتونز طيب انا وكل بوتونز انا بضغط عليه بسوي حدث معين لو نتذكر هذا المثال محاضره اليوم هذا 3 بوتونز باش بذكرنا او شبيه بشو؟ اشي اسمه مثل التابس كيف يعني تابس؟ يعني نتخيل انه في عندنا ويب سايت عادي جدا طبعا بس احنا ما عملنا شيء بيكون في هذا تاب وهذا تاب وهذا تاب فيكون مثلا هذا تاب مخصص للاخبار وهذا مخصص لمعلومات آه هذه الصفحه فليكن مثلا والتاب الاخير مثلا كنت مثلا تمام وعندي هون تاب تتغير بناء على ايش؟ كتبت البوتن الاول هذا التاب يجيب لك الكونتنت الاول والبوتن الثانيه بتظهر لي تقوم باظهار الكونت او المحتوى المخصص لهذا البوتنز مع المثال تتضح اكثر ان شاء الله طيب ايش انا بنزمنه لهذا الشيء سوف نتعلمه خلال هذه المحاضره ان شاء الله اهم شيء نفهم شو المقصد في هذا المثال شو هو هذا المثال شو هو التابس طيب لو وجدت انا عملت 3 بوتونز فليكن هذا البوتونز الاول واحكي له هذا التاب 1 نكرر هذا البوتون مثلا هذا التاب 2 فليكن وهذا التاب 3 نروح نشوف شو عملنا فقط 3 بوتونز اسمه تاب 1 تاب 2 تاب 3 صحيح؟ طيب هذول 3 تابس بدي اربطهم في 3 الديبس وهم مثل الكونتنتس كيف يعني مثلا هذا الديف الاول فليكن ونعطيه اي دي نحكي له مثلا كونتنت نختصرها بكون 1 او الكونتنت 1 كونت او كون 1 مثلا تمام طيب هذا الكون 1 وهذا الكون 2 وهذا الكون 3 ان تسوي كل واحده اي دي لوحده طيب بدي مثلا بالديف الاولى اكتب شيء بسيط مثلا فليكن مثلا آه هذا هو ذس از مثلا ذس كونتنت 2 مثلا كون 1 وهذا الثاني نحكي له هذا 2 وهذا 3 اللي هو مربوط ليه؟ نروح نرجع على نفس المثال نشوف شو عملنا عندي كونتنت 1 كونتنت 2 كونتنت 3 بدي انا بس اضغط على تاب 1 يظهر لي فقط الك او الامور الموجوده في كونتنت 1 لما اضغط على تاتو يظهر لي فقط الامور الموجوده في الكائن في البقيه وهذا شيء جدا ضروري. طيب خلينا نعمل شويه ستايل عشان يعني يكون منظر الشكل اوضح واجمل من الستايل نضيف لنا مثلا ستايل الله يغفر ستايل دوت سي اس اس طيب ثم نربط ملف الستايل من خلال ديت ستايل دوت سي اس اس ممتاز. طيب نحكي له والله الدفات هاي اللي عندي هذه بهذا المكان بدي جميع الدفات او ممكن احكي له لكل وحده لها كلاس نفس الكلاس كلهم نفس الكلاس وعلما احنا عرفنا انه الكلاس تقدر تكرر اسم الكلاس فنسميهم كلهم كونتنت مثلا كونتنت محتوى يعني تمام نسميه كل محتوى وهذا المحتوى الان بدنا نغير شوي بشكله وعن طريق الكلاس طيب وهذا الكلاس مثلا نحكي له اعطيه بوردر مثلا واحد بيكسل سوليد مثلا فليكون اللون لا العادة يعني تمام نعطي شوية بادنج بادنج طبعا احنا تكلمنا شو الفرق بين البادنج والمارجن طبعا راح اعيد معلومة المعلومة لاحتمال شو الفرق بين احط مارجن واحط بادينج بادنج خلينا نحكي مثلا على خمسة او عشرة بيكسل عشرة بيكسل نروح نشوف شو اللي عملنا يا سلام تمام فهذا تاب 1 تاب 2 تاب 3 طبعا آه كمان اخذنا انه مثلا انا هذول البوتونز لو بدي اضيفهم بالوسط بقدر ولا ما بقدر؟ طبعا بقدر طبعا بالامكان طبعا في هناك عده طرق بامكانك يعني استخدام آه شيء اسمه السنتر هو يقوم بسنتره الامور لكن ليس محبذة الاستخدام انها قديمه شوي ليس محبذة الاستخدام مثلا في هذا المكان مثلا فليكو تمام فاجت بالبساطه طب ليش مش محبه الاستخدام سنتكلم ان شاء الله بعد بهذا الامر لكن احنا نقدر نعمل هذا الشيء من خلال الفليكس بوكس الفليكس بوكس اللي هو او او ديسبلاي فليكس سوري ديسبلاي فليكس بعدهم بهذا الشكل هذا الشكل افضل طيب شو اللي صار معي الان؟ بدي انا فقط لما اكبس تاب 1 يظهر لي الامور الموجوده فقط بتاب 1 كذلك الامر كونتنت تاب 2 تمام؟ وتاب 3 طيب أول شيء بدي أخفي جميع الكونتنت بدي بالوضع الطبيعي يكون فقط شو اللي موجود موجود الجميع طبعا بدي س... كيف بدي أخفيهم من خلال شيء اسمه ديسبلاي نان ديسبلاي نان تعني اخفي لي الكونتنت طيب هي الوضع الأول مختفيات بدي أنا أفعل شيء من خلال الجافا سكريبت بمجرد إني أضغط تاب 1 يظهر لي تاب 1 لما احط تاب 2 يظهر لي تاب 2 وكذلك الامر على تاب 3 كيف ممكن نعمل هذا الشيء اليوم بدنا نتعرف على شيء شيء جديد ان شاء الله بالعنوان تبع اسمه اللي هو الاد كلاس و ريموف كلاس ريموف سوري كلاس هذا الاسم و في شيء اسمه هاف كلاس كمان لكن نتكلم عنه ان شاء الله بعد ما ناخذ اد كلاس وريموف كلاس طيب كيف اني اد كلاس وريموف كلاس بدي انا الكونتنت لو لو افترضنا انه في عندي انا هذا كلاس تمام اسميها مثلا اكتف مثلا هذا الاكتف لما اعطي هذا الكلاس لاي اليمنت بيعطيه display ديسبلاي عكس النن اللي هي ايش؟ لوك ديسبلاي لوك طيب شو اللي يسوي لنا بالضبط؟ خذ نفس اسم الكلاس لحد الان انا ما اعطيت ولا واحدة من هذه الاسم الكلاس نروح عندنا على هذا المحتوى نفتح الانسبكت ايليمنت اتفقنا طيب انه احنا نعتاد على استخدام الانسبكت ايليمنت بدي اعدل على هذه الكلاس من خلال الانسبكت ايليمنت بدي اضيف نفس الاسم هذا الاكتف واعطيها انتر بنلاحظ انه اللي ظهر مين الكونتنتس 1 طيب شيل لي من هذا المكان شيل شيل من هذا المكان هي مكتوب كونتنت 1 طيب شيله واضيف لي علامة مثلا الكونتنت الثاني شو بنلاحظ ظهرت الكونتنت 2 ولما اكبس على تاب 3 يصير نفس الشيء شو اللي قاعد بيصير؟ مين بيقدر يلاحظ هذا الشيء؟ الان اللي بيصير فقط انا لما بدي اكبس تاب 1 بدي اعطي كل 1 هي الكلاس ولما بدي اعمل اكبس تاب 2 بدي اعطي هذه اضيف لها كلاس حلو فالان الفكره صارت واضحه كيف يتم عمل هذا الشيء؟ الامر في غايه البساطه ان شاء الله تمام؟ فانا بس بمجرد انه هذا الكلاس بتقدر اضيف كلاس في عندنا خاصية بالجافا سكريبت باستخدام الدون طبعاً شيء اسمه اد كلاس لا إليمنت معين فأنا شو بيلزمني عشان أضيف الكلاس أول شيء لازم شو هو؟ آه اللهم صل على سيدنا محمد أول شيء لازم أجيب كل الإيليمنتس صحيح هذا شيء منطقي أجيب كل الإيليمنتس كيف بدي أجيب الإيليمنتس 1 و 2 و 3 بهذا الشكل يا سلام بدي أعرف كل اليمنت على واحد على حده بدي أقول له عرف لي ليت مثلا فليكن كن 1 كن كونتنس 1 شو هو؟ اللي هو يساوي كيف انا بدي اجيب ايليمنت اخرج لسي كما تعودنا دوكيمنتس دوت ديتس ايليمنتس باي اي دي الكن 1 طبعا هذا متغير نسمي له سميته بنفس الاسم عشان ما اخربط بالاسماء اللي بجيب الاليمنت اللي اسم الكلاس تبعته او الاي دي تبعته كن 1 طيب بنفس الطريقة الكون 2 بنفس الطريقة الكون 3 بنغير الأسماء أكيد هذا الكون 2 وهذا الكون 3 طيب هسا أنا عندي هذول الإيفنتس طيب تمام فالآن أنا بإمكاني أحكي له هذا الأمر الجميل اللي بدنا نتعرف عليه الآن في أمر عندنا قلنا لك هذا الكون مثلا كون 1 فليكن كون 1 دوت Last ليست نحفظ هالشيء دوت بيطلع لي كثير من الامور دوت اد كلاس تضيف لي كلاس الو add سوري دوت اد شو بدك تضيف له؟ كلمة active اللي انا حكيت له لما اي شيء تجيب لي اكتف بياخذ الديسبلاي بلوك يا سلام اللي هو الاكتف نروح نشوف هل انه اول ما نفتح وتنفذ السكريبت راح يعطي هذا الكون 1؟ نروح نشوف هذا الحكي صحيح بنلاحظ انه فعلا فانا بحب افتح الانسبكت اليمنتس هذا الامر بهذا المكان احكي له مثلا الكون 2 مثلا الكون 2 دوت كلاس ليست دوت اد احكي له ضيف لي عليه هذه كلاس ليست للكون 2 كمان ايش؟ اكتف اروح اشوف هل انه راح يعطيها؟ نعم عطلت لكونتنت 2 ونروح الاليمنتس نعم هي ضافت الاليمنتس 2 طيب انا بدي بس اكبس نتخيل الان كبرمجه لما اكبس 1 تاب 1 يشيل كل الكونتنت او الكلاسات من الجميع ويخلي بس الكول 1 ولما اكبس على تاب 2 يضيف كل الكل يشيل الكول 1 والتوب 3 الكول 3 ويخلي بس الكول 2 فالان صارت واضحه شوي اوضح شوي طيب كيف يتم معالجه هذا الامر؟ كيف يتم معالجه هذا الامر كالتالي انه انا شو اللي بدي اياه فقط اللي انا فكرت فيه بدي اعكسه برمجيا كيف راح يصير؟ فانا الان بدي لو سويت فانكشن لو سويت فانكشنز هذا الفانكشن اه, نسميه مثلا اد كلاس اد او اد اه, اكتف اد اد اكتف لمين اد اكتف؟ للاليمنت اللي بدك تضيفه لا صح بس قبل نتكلم عن الأكّتيف أكتف صحيح بدنا نتكلم عن الريموف كلاس مثلا عندي هون كلاس اسمها اكتيف نتكلم عن الامر الثاني والريموف كلاس طبعا في الوضع الطبيعي اول ايفنت فيه له خلينا نروح نشوف نعم صحيح طيب خلينا نروح نشيله برمجيا تمام ونقول وين الاب الكون 1 اللي صحيح هي الكون 1 نتاكد هذا الكون 1 هو اللي فيه اكتيف نقدر نشيلها خلينا نروح نشوف كيف يقول كل ون طبعا احنا الكل ون كيف جبناه كاسك سكريبت اللي هو من خلال هذا المتغير كل ون اللي هو بيجيب الاي بي كل ون اذا هذا انا بتحكي له كل ون دوت ريموف كلاس ريموف دوت سوري دوت كلاس ليست دوت كلاس ليست دوت ريموف بهذه الطريقه ريموف شو بدك تضيف تشيل سوري اللي هي الكلاس اذا بتلاقي كلاس اسمه اكتف شيلها نروح نشوف نعم حدثها يا سلام طيب الان اتغير مره ثانيه اكتب هون شيل عن الجميع ثم ضيف فقط هون شيل عن الجميع اذا انا بدي فانكشن يا سلام نحكي له function مثلا نحكي له function هذا الفانكشن وظيفته ريموف اكتفز مثلا اكتفز خلينا نركز تمام الريموف اكتيفز هذا يعني بيحذف جميع الاكتيفز خلينا نشوف نقول له بشيل اول وحده الكون 1 هي طريقه الكون 1 دوت كلاس ليست دوت ريموف الايش الاكتيف بنفس الطريقه لا الثانيه الكون 2 والكون 3 اذا الان لما اضغط اي اليمنت راح اقول له استدعي هذا الفانكشن يا سلام وين الاليمنت اللي من خلال البوتونز صحيح من خلال البوتونز طيب من خلال البوتونز كيف احكي له بس تضغط عليه. يعني click. علي يعني اون كليك على اون كليك تمام استدعي لي هذا الفانكشن بهذا الوضع الطبيعي هذا كوبي ونقول له استدعي لي هذا الفانكشن يا سلام هذا اول شيء نروح نشوف مثلا خلينا نعطي الجميع اكتف مثلا هذا اكتف مثلا وهذا اكتف وهذا اكتف نضغط على اي بوتون نشوف هل الحكي صحيح الجميع موجودات اضغط على واحد شال الجميع طيب الان ظننت انه اي كونتنت انا بدي اضغط على اي بوتون انشال من الكل وبدي اخلي بس الرقم اللي بيرتبط بنفس التاب تاب 1 بيفتح لي كل 1 تاب 2 بيفتح كل 2 تاب 3 يفتح كل 3 يا سلام الان نقدر كمان انه بهذا البوتونز مثلا تقدر تستدعي اكثر من فانكشن فانه كمان بدنا نتعلم اليوم كون ملتي فانكشن الوان جديد ملتي اكثر من فانكشن ملتي فانكشن ملتي فانكشن بنفس الوقت سيم تايب هذا عنوان جديد ان شاء الله سيم تايب تعرفنا على الريموف كلاس تعرفنا على الادي كلاس وهسه بدنا نتعرف انه كيف انا بس اضغط هذا البوتون يكون في عندي اكثر من فانكشن تمام أه، واستدعيهم بنفس الوقت كيف هذا الشيء يا سلام طبعا ممكن حد يقول لي في طريقه افضل بكثير عارف في طريقه افضل بس احنا متى راح نوصل لمرحله الافضل لما نفهم الابسط صحيح تمام نكمل ان شاء الله نسوي بوتون او فانكشن مخصص نحكي له هذا الفانكشن وظيفته فقط تمام وظيفته إيه يعمل إيه شو كلاس شو ايش؟ اللهم صل على سيدنا محمد شو اكتف آه شو اكتف مثلا او ضعيف شو اكتف ممتاز شو اكتف وهذا الفانكشن الجميع بيستعمله اي ف... طب خلينا نحكي مثلا هذا اكتف 1 تمام وهذا بيسوي لي الاكتف 2 وهذا الاكتف 3 احنا نسوي الامور بابسط شيء ثم نعقدها شوي هذا 2 هذا ال1 وهذا 2 وهذا ال3 ال1 بفعل الكون 1 ال1 بفعل الكون 1 ها آه. الكون 1 دوت بدل ريموف تصير اد تمام نروح نرجع على هذا الشيء نشوف طبعا اخفاهم جميعا طبعا احنا ما آه. قلنا له يستدعي هذا الفانكشن يا سلام هسه نخليه كوبي استدعي لي هذا الفانكشن كمان نروح نشوف في نفس الوقت في نفس الوقت تمام لكن اول شيء شو اللي اول شيء اللي هو اخفى الجميع تمام ثم استدعى هذا الفانكشن اللي يظهر الاول فالان ببساطه نحكي له هذا بفعل الاول وهذا بفعل الثاني بهذه الطريقه بفعل الثاني وهذا الفانكشن هذا وظيفته يفعل الثالث هذا طنشب وظيفته يفعل الثالث، طبعا مثل ما سوينا في المثال هذا في استدعاء الكون 1 وهذا اكيد راح يستدعي الاكتف 2 شو 2 وهذا الشو 3 بنلاحظ انه شو سويت الان تمام، طبعا بالوضع الطبيعي بالوضع الطبيعي بدنا نخلي فقط واحد على الاقل بهذه الطريقه مثلا هذا وهذا مخفي نخلي بس واحد تمام، الان هو هذا تاب 1 نضغط على تاب 2 اتوقع في مشكله اه كلهم بيستدعوا التاب 1 لا هذا 2 هذا بيستدعي ال 3 سنك نروح نشوف الان هذا تاب 1 هذا تاب 2 سوري جاب ال 2 وهذا جاب التاب 3 فعليا وما في عندي ولا ايرورز على مستوى الكونسول تمام فالان انا زي كاني سويت ايش تابس شو تابس يعني يعني تاب آه... تابات تمام يعني هذا تقدر تضيف اي كلام تقدر يكون بالداخل مش فقط على مستوى انه فهي دف من تقدر تحوي بداخلها كثير من الامور كثير من الامور ممكن تكون صور ممكن تكون داتا ممكن بغض النظر تمام فهذا جدا كبير يعني هذا بيكبر معك المحتوى هذا بيكبر كثير وبيكون عندك كثير من التابس هذا الاول الثاني اللي بنلاحظ بهذا المكان وهذا الثالث مبدئيا قبل ما ننتقل للخطوة اللي بعدها، في أي أسئلة؟ استفسارات؟ أعيد ع... أي ملاحظة؟ Can we add this class remove active when reload or open browser? نعم 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 ممتاز طبعا في بيحكي لي هذا السؤال جدا جميل جدا جميل وأنا الأسئلة الجميلة صراحة بت... يعني حتى وإن كانت بدي أتكلم فيها لاحقا لكن بحب أجاوب عليها تمام؟ طب هذا بيقول لي هل نقدر نعمل ريموف بلاس بلاس ريموف اكتف وين ريلود اور اوبن يعني مثلا اول ما تفتح المتصفح يعني مثلا صيغه السؤال بطريقه مختلفه بده مثلا هل في طريقه مثلا اول ما افتح البراوزر بنقدر ننادي فانكشن معين بقول له نعم بامكانك تمام شو هي الطريقه اللي هي مو احنا شو اللي بيعنينا في هذا البراوزر شو بيعنينا اللي هو البادي كامل في شيء عندنا جوا البادي طبعا راح أتكلم فيهم لاحقا بس نجاوب تمام ولكن سوف نتعمق فيها لاحقا في عندي خاصية بدل الاون كليك في شيء اسمه لود اون لود في هذا المكان يعني شو يعني اون اول ما تتحمل الصفحة ناديني هذا الفانكشن تمام ناديني هذا الفانكشن طبعا في واحد عندنا اكتف الان اختفى الجميع ليش؟ لانه استدعى فعليا هذا الفانكشن اللي هو وظيفته يخفي الجميع اتمنى اني اكون جاوبتك وفهمت سؤالك صح يا اياد can we add this class remove active when reload اه تمام ممتاز ممتاز لكن سوف نتكلم عن هذا الامر في وقته ان شاء الله في وقته الفكره هي ذات حدث يعني حتى مستوى الاون كليك يعني كسر الاون كليك يعني اضغط علي لما هيك معنى اون كليك تقدر في عندك حدث ثاني طبعا في إيه هذا يسمى الايفنتس سنتكلم فيه في درس لوحده ان شاء الله في عندك اون دبل كليك اون دبل كليك شو يعني دبل كليك يعني ما بتفعل هذا ما بينادي هذول الفانكشن الا كبستين مع بعض مثلا هاي كبسه يعني مثلا خلي واحدة هيك ثالثه هاي كبسه ما اشتغل كمان يعني كبسه ما اشتغل اما دبل كليك تك تك نداء في كثير من الايفنتس فاهم عليك، هون مثلا هون عندنا كثير من الايفنتس مختلفات عن بعض هون ايرور لما يحجز ايرور اون درا اوه كثير ان شاء الله سنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله ومن ضمنهم اللي هو الاون لود مش ممكن نعملها اف ستيتمنت ممكن تعملها ب 1000 طريقه مختلفه بألف طريقة مختلفة بس أنا الفكرة بدنا نتعرف على الـ Add Class والـ Remove Class وإنه في إشي بنقدر لما تضغط بوتون تستدعي أكثر من فانكشن أنا ب... يعني قادر من خلال الاف F Statement أعمل نظام كامل للعلم من خلال الاف F Statement وللعلم في معلومة شايفين الآي AI وال يعني الذكاء الاصطناعي في العموم أكثر من 99.9 مستخدم فقط اللي هو الاف F Statement فقط هذه معلومة طبعاً إيه شيء له علاقة بالكومبلكستي وكذا لكن بشكل عام لو الإف نعم بإمكاني أعمل هذا الشيء خلال الإف إف مثلا كذا لكن أنا الفكرة من المحاضرة نعطي مثال هذا المثال بدنا نتعرف من خلال شيء جديد اللي هو كلاس كيف نقدر نضيف كلاس شو يعني ادي كلاس شو يعني كلاس شو يعني اه كذا طيب هسه انا ممكن ترى للعلم بدنا أه لما يصير هنا ريموف كلاس ريموف كلاس ريموف كلاس صح؟ وريموف كلاس اد اكتف اد بالوضع الطبيعي اصلا بيكون في وحده اصلا اكتف صحيح؟ اصلا اكتف طيب فانا ليش اشيك عليها مرتين؟ فانا ممكن احط اف ستيت ونتعرف على شيء جديد انه هذا هذا الاليمنت هل هذا الاليمنت سوري يعني الطريق هل هذا الاليمنت يحتوي على كلاس طبعا لازم نتعرف عليه الان ثم ناخذ يعني عن الادي كلاس والموفي class, class. راح ناخذ امثله كثير في الايام الس... اللاحقه ان شاء الله لكن الفكره لازم نتعرف عليها صحيح؟ تمام آه, أه، شو كنت اسوي انا؟ اللي هو كونتينز شو هي كونتينز؟ هل يحتوي يعني كونتينز هل يحتوي على كونتين كلاس؟ بدنا نتعرف على الادي كلاس يجي موف كلاس الكونتينر كلاس طيب شو الكونتينر كلاس معناته اف نحكي له هل الاليمنتس اف كونتنت 1 مثلا بهذه الطريقه بهذه الطريقه مثلا دقيقه كونتين 1 بهذه الطريقه دوت كونتينز هل يحتوي على هذا على هذا مثلا او هذه الطريقه كنت هذا الكلاس مثلا اوه سوري يحتوي على هذا الكلاس؟ اذا يحتوي على هذا الكلاس اذا يحتوي على هذا الكلاس لا روح على بتروح على الالس ما تعطي لا تعطي تمام؟ او في عندنا كمان غير الكونتينز في عندنا اللي هو التشيك كونتينز انترز items replace في كثير من الامور لكن يعني انا ولا بحكي انا صراحه خلي يعني شوي يعني لسه في امثله افضل طيب الكلاس بالضبط لايش بنستخدمها تمام الكلاس بالضبط الكلاس هي عباره عن اشي زيه زي الاي دي في ال css الكلاس اشي الها معنى في الجافا سكريبت الكلاس اشي الها دخل في لغات البرمجه تمام في الاس ام ال الكلاس شيء تمام طبعا الاس ام ال والسي اس اس مرتبطات ببعض هو نفس مفهوم الكلاس طيب الكلاس في اتش ال هي عباره عن محدد او سيلكتورز لهذا الاليمنت لهذا الاليمنت طيب يعني هي صار زي ما زي معنى الاي دي لا بس شو بيختلف عن الاي دي؟ الاي دي بنفس الدوكيمنت كامل هذا يسمى Document ممنوع يتكرر اسم الكلاس وممنوع الكلمات ياخذ اكثر من اسم أيدي اما الكلاس شو بيتميز؟ انه بيقدر تكرر، نعم كررنا في هذا المكان اكثر من محدد لاليمنتس تمام؟ وبتقدر نفس الاليمنت تعطيه اكثر من مسمى كلاس. تخيلنا الاجابه؟ تخيلنا شو الفكره من الكلاس يعني؟ في هذا في هو سي اس في الجافا سكريبت ما أخ... اخذنا شيء بسيط الاوبجيكت، بس في جاي السا... في لقدام جاي محاضره قويه بالنسبه للكلاس، اخذنا شيء بسيط جدا عن الكلاس تمام؟ بنرجع لها لسه ان شاء الله. بالجافا سكريبت. اما بالأستمال HTML أس إس لكلاسيك معناها فقط. هي عباره عن محدد او يعني مرجع مرجع حلو كلمه مرجع لهذا الاليمنت او محدد افضل تمام؟ اتمنى ان يكون جاوبتك ان شاء الله. طيب تمام نروح مثلا على هذا المكان، الان انا شو اللي عملته اللي هو كونتنت 1 كونتنت 2 كونتنت 3 يا سلام. طبعا بنقدر آه مثلا آه نتشاطر شوي مثلا بالمح في التاب الاولى مثلا يكون فيها مثلا سيارات وبالتاب الثاني مثلا يكون فيها فلاورز والتاب الثالث مثلا انيمالز نبدا صور مع بعض يا سلام وين المشكله مثلا بس بدنا صور خفيفه طبعا مثلا بهذا الكارز مثلا انا اسوي الكارز فقط كارز سيارات يعني سيارات خفيفه لطيفه مثلا بدنا يعني مش صور ثقيله مثلا هاي مثلا مش <applause> عارف يلا مثلا خلينا ننزل مع بعض هذه الصوره مثلا وللعلم طبعا للعلم في شغله جديده كمان يعني مش ضروري انت تنزل الصوره عندك على آه على نفس البروجكت في هذا المكان وتحط له تقدر تجيب نفس رابط هذا الاليميتس كيف؟ يا سلام تمام مثلا عندي في هذا المكان اللي هو اسمه اللهم صل على سيدنا محمد ويك مثلا هذا التاب مخصص لاظهار الكاز طيب نسوي لنا هنا دف عندنا دف احنا نقول مثلا ايمج بسيطه سوري سوري ايمج بسيطه إيه السورس تبعها مكان هذا السورس ممكن تاخذ هذا السورس تحديدا هذا السورس تحديدا كيف ممكن تاخذ هذا السورس تحديدا طبعا احنا صار احنا ديفلوبرز تمام الان احنا في عندنا ديفلوبر تولز بقدر كثير بسوي من الامور فيها من ضمن هذه الامور من ضمن هذه الامور مثلا هذه الصوره شايفين؟ بنلاحظ في هذا المكان اللي هو ايش؟ اللي هو رابط هذه الصوره فانت لو فتحت هذا الرابط في اي مكان راح يجيب لك هذه الصوره. طيب يعني في شو قصدك؟ شو قصدك؟ يعني بقول لك هذا اللي هو انت هذا صار بمرجع سورس بالنسبه لك والدليل يروح على نفس الاتش تي تبعك بتلاحظ الصوره موجوده. ما احنا لا نزلناها ولا شيء. طبعا جدا بتفيد هذا الامر بحيث انه انت عندك صور على السيرفر تقدر تغير فقط صور سبر وتغير عكس مباشرة على نفس الويب سايت تبعك عجبتني هذه الصورة حط لنا كمان صورة ثانية مختلفة مثلا تكون هذه الصورة مثلا هو كنترول شيفت سي او انسبكت element في هذا المكان تختار الصورة تمام تأشر عليها تأشر عليها وين الايميج هذه الايمج بس أشرت عليها اللي. هذا هو اللينك خذنا هذا اللينك تقدر تفتحه فصار هو هذا الرابط بالبساطة تمام كان يعني لنا اياه مثلا سوري نروح نغير فقط هذا الراوت الآن صار في عندي صورتين جميلات يا سلام مثلا من غير ما أنزلها وبالإمكان طبعا أكيد تقدر تنزلها تعملها سيف إيميج أس تمام وتنزلها على نفس البروجكت ومثل ما تعودنا تقدر تستدعيها بشكل مباشر بشكل مباشر أكيد طبعا يعني حتى على مستوى مثلا 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 اي ويب سايت اخر اي ويب سايت مثلا هذا ايش جوجل تمام هذا جوجل مثلا تمام هذا هو شعار جوجل صحيح تمام ممكن احنا نغير هذه الصورة نقدر نحط لنا الصورة الجديدة تبعتنا هاي تاعت الصورة السيارة حلوة الجميلة ولا ما... لا شو حطينا احنا رابط جديد اه سري 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 هذا هذه الطريقه هم. هذا السورس نعم موجود بعده هذه الطريقه تمام جيب لي صورة السيارة تقدر تغير كمان على نفس اللي الايش اللي, اللي هو اي ويب سايت فهو بمجرد تعمل ريفرس هيرجع كل الامور كما كانت واحنا بدنا نعدي هون ايديت از ات هذه الطريقه نحكي له هذا السورس حط لي هذه صوره السياره تمام بهذه الطريقه ان شاء الله او سوري تمام هنا غيرنا مثلا ايش شعار جوجل فانت عادي فهذا طول ما انت هذه تظبر تورست في غايه الاهميه وانا يعني أه أه يعني تقدر تحط صورتك انت الشخصيه تقدر تحط صورها وتقول لها شخص افتح الويب سايت تلقى صورتي لكن هذه الامور مش انها هكر لا لا يعني هذه من خلال الديفلوبر تولز فاحنا ديفلوبرز الان مش مستخدمين عاديين تمام؟ فانا اتمنى انه الجميع يعني طول ما عنده اي مشكله يتعتاد من البدايه على استخدام انسبكت ايمنت طبعا احنا ما زلنا نتعلم هناك كثير من الادوات بالنسبة لسه ما تعلمنا غير الايمنت وفي كثير شغلات ما تعلمنا 5% فقط من الايمنت اكتسب عندنا الكونسول والسورس والنتورك كونسول فقط اللي يطلع في سورس بقدر اخذ سورس اي ويب سايت النتورك ماذا تعني النيتورك بيرفورمانس كيف تحسب البيرفورمانس والميموري والابلكيشنز تمام شنو الابلكيشن شنو ستورج واللوكال ستورج والسيشنز والبهريه في, في غايه الاهميه هذه الامور والسكيورتي واللايت واللايت هاوس لايت روم تمام كيف شغل الاس اي او سيرش انجن اوبتمايزيشن على شكل عدس كيف نفحص الويب سايت وهناك كثير من الريكورد والبرفورمانس انسايتس يعني رح نتعلم ان شاء الله بالتفصيل حتى هذه الامور مش لازم نتعلمها لازم نحترفها اذا بدك تصير ان شاء الله ديفلوبر قوي جدا ان شاء الله يعني قوي قوي جدا لكن نحتاج ان شاء الله من متابعه مستمره ان شاء الله طبعا مثال زي هيك مثال زي هيك بسيط اي شخص يعني مبتدئ يعني اتوقع انه كافي انه اعطيه كافي انه اعطيه وانا اكرر واعيد يعني معلش المحاضرات القادمه يعني بدنا تسجل ها فبدنا نكون عارفين انه احنا ماشيين بشكل بنزيد شوي بشكل تدريجي راح فيه في يعني لما نوصل بعد راح يكون في محاضرات قويه جدا فبدنا نتات حتى ما راح نخبطها مره واحده لكن بشكل تدريجي بشكل تدريجي ان شاء الله في تاسك بسيط من اتمنى الاستماع اتمنى الاستماع للجميع تمام إيه وهو بسيط فهمه يعني انا صراحه على هذا ما راح اقدر اوصله فاتمنى انه الجميع يسمعني تمام؟ إيه بسيط جدا ان شاء الله 3 تابس باستخدام الأرادي كلاس والريموف كلاس باستخدامها باستخدام مش تميل على الاف ستيتمنت ولا نعرف نسويها على الاف ستيتمنت نعرف نسويها وكذا وراح نسوي المحاضره الجاي مع بعض تمام؟ سواء بهذا او بالطريقه إيه هاي اللي نفس ما عملته انا كارز بتحط لك صور كارز لما تحط تاب تاب تو مثلا يكون انيمالز حيوانات ولا لك حيوان اسد مثلا زرافه كذا 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 بهذه المكان لما تكبس تاب 3 بدل ما هو مكتوب تاب 3 بهذه الطريقه يكون مثلا اي شيء مثلا بيلدينجز مثلا زي سكول يونيفرستي او اي يعني قسم مختلف مثلا اي شيء اي شيء يخطر في بالك بس سوي 3 تاب الفكره من هذا المثال مش عشان امتحنك ولا عشان لا 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 عشان اعرف انك انت خلص فهمت شو يعني ادي class. عرفت كلاس عرفت شو يعني كلاس عرفت انه في انا بقدر ابعث أرسل أكثر وأنادي أكثر من فانكشن من بنفس الحدث أو بنفس الايفنت بس يكفي أنك تعرف لهذه المرحلة أنه آه بدي أدكك كمان كمان المحاضرة حتصير في أسايمنت مش بروجكت أسايمنت اللي هو شيء يشمل جميع المحاضرات السابقة فلقيت يا ريت تبعث لنا الفيديو رابط زوم زي كل مرة أنه آخر فيديو كان لو ريزوليوشن يا ريت ينبعث قريب يا ريت يبعث لنا الفيديو رابط زوم حاضر حاضر الآن أبعث حاضر بس الرسوم يعني عشان هذا شايف هذا الفيديو هو مسجل بتخزن قاعد على السيرفر فبده شويه وقت هو بقول لك بروسيسنج وحاضر ان شاء الله اكيد ان شاء الله اكتفي ان شاء الله لهذا الحد اكتفي فهمنا التاسك تمام اكتفي ان شاء الله لهذا الحد يعني اهم شيء فهمنا التاسك آه 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 اللي رسال زي ما تعودنا باي وسيله تقدر تبعث على الواتساب تقدر تبعث على الجيميل الكل بكره ان شاء الله باذن الله ويعني وذكر الجميع انه المحاضرات ما زلنا ان شاء الله ممكن تعيد التاسك حاضر حاضر اي 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 او ثري تابس تمام على الاقل ثري تابس الاول كارز يطلع لك صور سياره طبعا انا عملت ريفرش عشان يعني هيك راح ولا لا هي والله كارز اه اول كارز الثاني تاب اه مثلا صور تظهر لي مثلا شو حكيت انا, انا انيمالز اسد اه زرافه بغض النظر أه و الاخير مثلا فلاورز مثلا مثلا ورد زهره يعني او اي شيء مختلف ثاني بيلدينجز مثلا صوره يعني صور مختلفه الفكره انه اباس اكبس هذا باستخدام الاد كلاس والريموف كلاس باستخدام الاد كلاس والريموف اتمنى ان التاسك واضح ان شاء الله أه؟ وبالنسبه للهذا المحاضره اصلا مسجله تقدر تعيد حتى تفهم ايش التاسك بالضبط اكتفي ان شاء الله لهذا الحد ننتقل ان شاء الله في المحاضره القادمه اللي هي بعد بكره باذن الله شكرا لكم يعطيكم الف عافيه تفضل خالد معك انا تفضل خالد رياض سعيد معك انا بس اسكر ال اه اه سوري دقيقه <applause> دقيقه